السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام وحياكم بحياكم حلقتنا الرابعة من السيزن الرابع الحلقة الأخيرة لهذا السيزن حلقتنا مقدمة من ليجن باين نوفو وأيضا من معالجات انتل حياكم الله وأحب أرحب بضيوفي الكرام ياسمين يوسيت شو اهلا وسهلا فيك وما أهلين. ما شاء الله قمنا نشوف بعض كثير الحين في الحلقات من اول ما جيت من الحلقه الاولى خلاص شكلك اخذت على الموضوع حبيت المكان انبسطت انتم يعني حتى لو ما تعزموني انا اجي بروحي يعني يعني بصير مثلا <applause> خلينا لما يجي وقتها عشان نتكلم عنه ان شاء الله شو اخبارك يا ياسمين؟ الحمد لله انت اخبارك؟ كيف الامور؟ كيف الصحة. كل شيء, كل شيء, كل شيء تمام. تمام؟ متحمسين حق الحلقه الاخيره لازم شاء ان شاء الله نبيض الوجه ان شاء الله اليوم مرتب ان شاء الله عندنا ضيوفنا لازم نرحب فيهم ونسلم م. عليهم بعد معانا اليوم فاطمه المهيري اهلا أهل وسهلا أهل فاطمة كيف حالك؟ الحمد لله حياك الله اهلا وسهلا فاطمه حابين شوي نعرف عنك انت آه تعطينا بريف نبذه بسيطه منو فاطمه؟ انا كاتبه ورسامه ما شاء الله. اماراتيه آه الناس يعرفوني اكثر شيء بمشروعي اماره اللي آه كرتون عن بطله اماراتيه تدعى إمارة بس اسمها موزة آه وحاليا أشتغل كمساعدة مخرج على فيلم كاتس أواي بعد أنيميشن إن شاء الله بيطلع قريب I think 2022 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ضيفنا الدايم ضيفنا سايد العزيز سايد كويست <applause> علي السيد علي وايتي انا هيك بقت ريبيت صارت كويست خلاص <applause> الحين صرت مين كويست انت ما نصبر عنك انا بنظام اساس سكرين نفس ال... نفس ال... نفس السايد كويست اوفر اند اهلا يا علي كيف الحال وسعيدين ان نشوفك مره ثانيه انا اسعد تعطينا بريف عنك للي سيدي انا اسمي علي السيد أه... جيمر أه... ومؤخرا كمان بقيت أه... صاحب شركه زيرو بينج شركه تطوير العاب مستقله وستريمينج ما شاء الله عليك بس. آه طبعا حبينا نخبركم عن كوميونتي ليجن آه او اللي هو ليجن كوميونتي واللي هو الموقع اللي تحصلون فيه كثير من الاخبار اللي تهم الجيمرز وفيه آه امكانيه ان الناس تتعرف على بعض اذا واحد يدور لصديق او جروب يلعب معاه العاب ثانيه آه طريقكم ودليلكم هو ليجن كوميونتي عندكم فيديوهات عندكم جيم بلايز مقاطع حلوه تحبون تشاركونا فيها كل عن طريق ليجن آه، كوميونتي آه، حبينا نخبركم عن هالموقع وان شاء الله بتعرفون تفاصيل اكثر ان شاء الله في الحلقات القادمه ننتقل الى محورنا الثاني واللي راح يكون عن عالم الالعاب. مرحبا فيكم في فقرة عالم الألعاب طبعا عندنا أخبار راح تحمسكم خصوصا حق محبين سويتش أخيرا صار في بلوتوث تقدر تحطوا فيه سماعاتكم لأن كان دائما في مشكلة أن الواحد ما يقدر يسمع الـ يعني ما يقدر يشبكها بالسماعات والهاتسات فأنا بالنسبة لي يعني صحيح شيء متأخر بس أخيرا صار في أبديت على هذا الموضوع وللعلم هيكون أول واحد بادوي لأن مثلا بلاي ستيشن والإكس بوكس ما بتقدر تشبك الايربود تبعونك مثلا بس نينتندو سويتش المشكله الاساسيه انه نينتندو ما كانت ناويه تنزل الابديت لانه بيقول لك بيحصل انترفيرنس ما بين الجوي كونز إذا بتلعبها بموشن اذا بتلعب بطريقه الطريقه الحركيه والكونكشن بتاعت السماعات مع الدوك زين صلحوه ما هم تقريبا هم هل... تقريبا هلا <applause> على فكره ابديت ثاني ما حكوه بالخبر انه لما لو دخلت على السيستم كمان صار في هلا ابديت للدوك نفسه بس ما فهمت الحين okay. هم راحتهم ليه ما سووا هذا الشيء بعد ما سووا صح بس على طاري الاجهزه بعد عندكم بلاي ستيشن نزلوا تحديث جديد انه راح يدعموا الاس اس دي اللي هو الاكسترنال هارد ديسك الاكسترنال هارد ريسك وهذا شيء مره كويس لانه مع الالعاب الحين التحديث الواحد 30 ميجا بايت 30 جيجا بايت سوري جيجا بايت دوتي مش بتوصل 100 هلا الابديت بالضبط الابديت لوحده تمسح وتمسح فيهم الالعاب صارت على الابواب بعد الابديت حلو بس نفس الوقت في مشكله يعني انت الاس اس دي المطلوب عشان تحط بتاع البلاي ستيشن سعره ما يعادل ألف درهم، إذا عايزة نفس المواصفات اللي البلاي الموصفات ستيشن العدل. حطاها، إيه. الـ, الـ, الـ SSD الجديد ما يعادل حق البلاي ستيشن الديجيتال اديشن دي المشكله الوحيده غالي ما غالي ان هو دائما يجيب لنا النكبات موضوع السويت ملاحظ دائما ملاحظ ملاحظ المشكله احنا نبدا فيه, فيه وكلام سلبي طب طب <applause> الحلو في الموضوع بقى انه كمان انت لو جهازك المنزلي كهوم ثيتر اذا بيدعم خاصيه ال 3 دي دلوقتي انت تلعب بلاي ستيشن بيقدر يتحاكى مع جهاز الهوم ثيتر بتاعك تقدر تشغل ال 3 دي اوديو على الهوم ثيتر مش بس على السماعه بتاعته واعملوا ابديت كمان للتروفي uh, تراكر بقى احسن يعني بقى اكثر وضوحا من الاول هلو. وبيديك وفي ساعات بيديك ستيبس او فيديو انه مثلا لو انت بتلعبي بلاي ستيشن و... وفي تروفي معلق معاكي يو كان ات اون ات جيفز يو هينتس وات تو دو اند ات شوز يو فيديوز اوف وات تو دو بس okay. يعني عشان تروفي هانترز لا بلاي تروفي هانترز ما بيعتبروا هذا الشيء تشالنج لهم لكن لا بالضبط هي للهواة اللي عايز يجيب مثلا تروفي للعبه معينه ومش عارف كيف بدل ما تدور على اليوتيوب خلاص صارت عندك يطلع لك هنت كاوبشن يعني بالضبط وصار في ابديتس كمان بس هي مش متوفرة لنا احنا للاسف في البلاي ستيشن ناو تقدر تقدر تستخدمي رسوميات 720 او 1080 بقى في اوبشن مع البلاي ستيشن ناو الستريمنج سيرفيس عندهم لسه مش موجود عندنا ان تقدر تحكمي في الريزولوشن ليش مو موجود عندنا؟ نسال سوني أه يا <applause> يا ممتع ممتع نسال, نسأل ما يدورنا دورنا يعني أه <applause> أه طبعا هذه كانت اخبارنا حق اليوم اذا تبغوا تشوفوا الاخبار اكثر تقدروا تروحوا على ليجن كوميونيتي تقراوا باقي الاخبار الموجوده هناك راح نحط لكم الرابط في الديسكربشن تقدروا تنزلوا عليه وتشاركونا وتقولوا رايكم بموضوع السويتش بموضوع البلاي ستيشن والاخبار الثانيه اللي راح تشوفوها هناك بعد عدنا فقرة حلوة اللي هي الباتل زون الحين نبى نشوف فاطمة وعلي يلعبون لعبة اسمها بيكو بارك ايه هذا اللعبة اللعبة, اللعبة, اللعبة انا متاكد في واحد بينجن من الثاني <applause> في حد بيجيب العيد بنشوف <applause> مست جماعة مستعدين كيف اعصابكم من حديد تمام يلا تمام نروح على الباتل زون يلا ننتقل على الباتل زون ونشوف الجماعة شو راح يسوون ان شاء الله أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية والحين فقرتنا التالية راح تكون الباتل زون مع ضيفينا الكرام فاطمة وعلي شو تتوقعين يا سمين؟ بيكون صراحة شكله مرة موضوع وناسة شو اللعبة شو اللعبة هاي اللي يلعبونها؟ بيكو بارك بيكو بارك, بيكو بارك؟ اي بتشوفها الحين هاي صاير عليها ترند وهاي هالفترة شو الموضوع؟ بالضبط وفاطمة مرة متحمسة لها وشكله علي بيجيب العيد في الموضوع فخلينا نشوف علي, اللي علي؟ الله يستر من علي Yes i know exactly what needs to happen and i'm gonna do exactly the opposite لا عطاك ليه بالبداية ما يلا يلا شدوا حيلكم يلا لا اولها <applause> لا لا تنقز شيء مره واحده هذه اولها يمكن. يلا يلا كم لا كم لحظه انت ما تعرف تنقز اول شيء شوف انا انا شرحت لك الموضوع طبعا الموضوع فيزياء فيزياء تذكر بال بالانجل المفروض المفروض تاخذ الوردي لا هو هذا هو عشان العكس اسمع هل كنت هني لا 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 انا طيب يلا تعال انا لا جاهز جاهز يلا لا اذا إنتي ويت ويت بصي انت اي ناحيه انا قلت لك انا اللي بنقز معناته انت تروح الصوب الثاني يلا تعالي <تصفح> <تصفح> خلاص انت تعالي <سيف> هي بس اذا طحت <أصفح> هناك بموت طب يلا باي بقى اوه أصف ليش ليش الخيانات ليش سوبر ماريو اتوقع أوه تترس تترس طبعا لازم يعني هذه فيها لا هذه فيها ميني جيمز صح؟

سحبوك علي سحبوك. راحت عنا خلاص. فاتنا بلوت في كل مكان ده أكيد على فكرة. أحاول أساعده بس. وبعد ما خلصوا الجماعة الباتل زون نقول لكم تعالوا إلى كراسيكم خلونا نكمل الفقرة وعدنا فقرة جديدة إن شاء الله اسمها جيم فور فيم فقرة حلوة راح نتابعها مع بعض يلا تعالوا. خلونا نشوفها. خلونا نشوفها. رجعنا مرة ثانية مع جيم فور فيم واللي هو اللي من خلال المحور اللي نقدر نشوف فيه فيديوهاتكم اللي نشرتوها وعرضتوها على ليجين كوميونتي راح نشوف إن شاء الله عدة فيديوهات ونعلق عليها ونشوف أي فيديو نال على رضاكم واستحسانكم إن شاء الله اه oh, هذه GTA اول فيديو جراند اي جراند هذا هذه جراند يسمونها الحياه الواقعيه هذا هذا يعني. عباره عن مود هذا عباره عن مود يحطون على البي سي كانه في الحقيقه يصير اوكي نايس شو رايكم؟ شفتوا <applause> شفتوا شفتو الفليب بس مقصوده يعني مقصوده مقصوده الفليب مقصود بس هو احنا اكيد نقول انه دون دو ات هوم يعني <applause> بالضبط اه يعني حياه واقعيه بس مش من جد يعني الحياه الواقعيه <applause> لانه مش تبقى بالمنظر ده حلوه مشاركه نشوف الفيديو الثاني نشوف الثاني اللي بعديه الله ركبت قاي إيه لعبه المبدعين لازم شوف الطيران من وين أوه. شوف الطيران هو والكره في الجول ترى مو سهله <applause> لا طبعا وين ما فيها سهله لا, لا, إيه؟ لا, لا انا لعبتها انا, <applause> أنا أبدع الطيران في نص الهواء في مباريات هلا على البلاي ستيشن مثلا انا بفوت بلاقي ناس مثل هيك بسيب الكنترولر خلاص <applause> <دي> يعني وي جيف اب <applause> يعني خلاص اي تيك ذا وين وخلاص يعني فاهم يعني ما? عرفنا لعبتكم انتم مع آه بعض مره ثانيه ما شاء الله ليك وعلي <applause> لا لا اسمعي ما شاء الله ما بين ال... ما بين الديفند والاتاك مش ملاحق يعني اللي هو انت بط... يعني هاو مش مش ظابطه بس اتس ريلي فن ناو باي ذا يلا نشوف اللي بعديه الفيديو الرابع باي ايبكس ليجند هاد باي باي انا بس كذا ادور حرش بعدين هذه ايبكس ليجندز وين زين وين طيران ولا وين برا على الماب وين وين ليه طيب ليه هذا اخصاص في في الفريق سكواد المينيتد مره واحده سكواد مسكينه ها اكيد في صاير خناقه ولا متضاربين في الجيم وهي فيهم انا براويكم يلا نكست جيم يلا الخامسه آه موت هذا عاد آه. العشق العشق الابدي كول اوف ديوتي شوف سنايبرات شوف سنايبرات اثنين خطير الثالث الرابع <applause> لا حتى هو <applause> على طول الحين احساس الثاني بيقول هذا لعبه مو بنظيف ايه قال لك هاكر ايوه هاكر <applause> ايوه كيف كذا؟ حتى هو كيف كذا بعد؟ كذا اربعه انت اشرحها خمسه اوه نايس 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 بس الصراحه حسد نفسه خمسه قال <applause> لك, لك كيف كذا؟ نايس حلو حلو مقطع كول اوف ديوتي حلو وور زون هذه ايه هذا الحبيب قاعد فوق كامبر كامبر ايوه

طبعا اذا انتم تبغوا بعد ان تحطوا فيديوهاتكم حتى انت فاطمه ولا علي ولا اي احد والله ما تقدروا قريب انا فاطمه عندها فيديوهات وايد بالضبط فتقدروا تسووا لهم ابلود على الليجن كوميونيتي وان شاء الله نحطهم في الحلقات قريب انا وفاطمه بيكو بارك ان شاء الله في كل مكان هذه تنشر يلا الحين نبغى ننتقل على فقرتنا التاليه كذا سؤال راح نسالكم وبنشوف منو اللي راح يكون الجيمر الحقيقي ماشي راح جيب. نرجع لكم ان شاء الله مع المقطع الجاي طبعا الحين فقرتنا اللي انا مره احبها فقره جيمر ولا نوب علي لازم تحط سماعات علشان ما تسمع ايش الاسئله اللي راح اسالها فاطمه ما تغش ماشي حاضر <applause> ورفع الميوزك عشان ما تسمع شيء يلا <applause> اختار لك احلى اغنيه جاهز؟ تدخل <تضح> جوها <تضح> اكيد كيف سمعت الحين يعني؟ لا ابغى ابغى <تضح> اشوف اذا يسمع ولا لا المفروض ما ما في اي رياكشن منه جد؟ <تضح> خلاص جد طيب اوكي فاطمه اوكي بسالك 3 كويستشنز، ثلاث اسئله اوكي اول سؤال بيكون عن الليجن كوميونتي متى اطلقت منصه ليجن كوميونتي؟ بعطيك الخيارات الخيار الاول مارش 23 2021 اوكي جانوري 1 2020 جون 19 2019, 2019. خطا اوكي okay. نمشي للسؤال الثاني السؤال الثاني المفروض <applause> تعرفيه لا لا ما يسمع السؤال الثاني المفروض تعرفيه لعبتك المفضله لعبة هارفست مون <applause> الله وندرفل لايف الله وندرفل لايف ايه <applause> من وين؟ تش... لا انا انا wonderful life. انا مو بوندرفل لايف انا مال مينرال تاون لا من... احنا سؤالنا وندرفل لايف طيب من وين تصرف الدايركتر خليها غششت وين من وين تشتري الجوتس؟ هل تشتريهم من فانس شوب؟ فروم فيستاس فورم؟ فروم ذا فود ستورج مكان الجروسري ولا فروم تاكوكارا؟ ومن الفارم؟ غلط امشي غلط؟ غلط <applause> طيب نفس الشيء في لعبة اوندرفول لايف فان اللي دائما يسافر الترافيلنج سيلزمان من وين او اي يوم يجي فيه خلال السنة هل يجي في تاريخ ثلاثة وثمانية من السيزن هل يجي في تاريخ أربعة وتسعة تسعة هل يجي في تاريخ سبعة وواحد أو خمسة وعشرة أول وحدة أخيرا <applause> نشوف اذا الحظ بيكون انا شفت محمد لا لا يعرف لا يعرف انت فايزه فايزه اليوم ما عليك خليني بس خليني انا شفته انا شفت محمد فجاه بيعمل هيك انت ليش تشوف ياسمين اللي هو على يعني اللي هو يعني طب حسيتك بدك تعطيها الاجابه بالمره يعني انا اخر واحده حسيت خلص علي علي تعرف المثل يقول لك انا واخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب؟ خلينا طيب نرى شو شفتها يلا يا علي <تصفيق> <تصفيق> انا انا وابن عمي على الغريب او قالت لعبتك المفضله و... هارفست مون وندر في ال... وندر ال... لايف طيب انت المفضله من هارفست مون طيب انا مو حطيت الاسئله باي ذا واي شكل موضوع ستريت فايتر 2 حاصل على علي خلاص يلا نبتدي يا علي اوكي <applause> 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 علي طيب, <applause> طيب اول سؤال متى اطلقت منصه ليجن كوميونيتي؟ الثلاث الخيارات وليدي مارس 23 2021 جانوري mm -hmm. 1st 2020 ولا جون 19 2019 اختار واحده منهم جون 19 2019 خطا نعم no. طبعا <applause> الجواب الصحيح هو الجواب <applause> الاول مارس 23 2021 yeah. في لعبه هارفست مون اوكي ووندرفل لايف اوكي من وين تشتري الاغنام الجوتس هل تشتريهم <applause> من فانس شوب

أوكي في لعبة هاربست مون نفس الشي برضو. عشان شبهي أنا مستطراتي ايه على ذكرى؟ ايه على فان الرحالة في أي يوم من السيزن يجي؟ تاريخ ثلاثة وثمانية أربعة وتسعة سبعة وواحد ولا خمسة وعشرة؟ خمسة وعشرة خطأ طبعا فاطمة تفوز معارفة <تصفيق> <تصفيق> فاطمة إيش السؤال اللي راح تسأليه للجمهور من شيء أنت ذكرتي من خلال حلقة اليوم <applause> أي شيء عنك بالبداية ها شو أول أعمال شو سوي لا تغششها ايه ايه حتى على السؤال ما يصير سيلم سيلم الكرتون <applause> اللي اشتغلت عليه إيش عالي صوتك قربي المايك شو اسم الكرتون اللي أنا اشتغلت عليه أوكي طبعا اكتبوا أجوبتكم في الليجن كوميونتي راح نحط لكم الرابط في الديسكربشن بيكون في هذه الاسئله بيكون في هذا السؤال اكتبوا جوابكم تعرفون ان نحن وصلنا الى نهايه السيزن لا مو بس أنا نهاية, دايما الحلقة دايماً نهاية, نهايه الحلقه نهايه نهايه الحلقه ونهايه السيزن انا دائما معكم في السيزن واخر أس... السيزن انت منتي احنا نخلص <تصفح> لا ما نحب نكمل بعدها <تصفح> <تصفح> <هيك> لا نختتم ختامها مسك هذا اي والله هو المسك حلو <تصفح> <عايزيك> <ویك> <تصفح> وانت شوف المسك العنبر المس... يا سلام اه شفت طبعا دائما نقتنا نحب نقدم جزيل الشكر والتقدير لكم أه متابعينا ومشاهدينا الكرام على تعاونكم الدايم وحرصكم على متابعه حلقاتنا حلقات فقره حياكم واللي لولاكم لما نجحت هاي الفقره وكملنا مع بعض اربع مواسم وان شاء الله اذا الله راد وكان لنا نصيب نرجع معاكم في الموسم الخامس بحلة جديد ان شاء الله احب اشكر صديقي العزيز علي وايتي علي السيد سايد آه كوست. على سايد كويست ان شاء الله تترقى وتكون مينك ويست ان شاء الله ان شاء الله رب إن شاء الله. <applause> نحب نشكرك ان شاء الله على تواجدك الدائم معانا ونحب نسمع كلمه اخيره منك آه استنوا سيزن 5 من حياكم ان شاء الله بقى انا هاخد الهوست انا هبقى الهوست لا صاحب الكتر. بالدور أصحيح. هو بالدور بالظبط ولا ياسمين بص مرة لا انا دايما بكون سعيد أن اكون معاكم ان شاء الله وان شاء الله نشوف الموسم الخامس في مراتب اعلى واعلى وحلة احلى كمان ان شاء الله فاطمه نحب نشكرك الشكر الجزيل لو لو انت عندك بعض الظروف الصحيه لكن ابيتي حلوه هي ابيتي <applause> <applause> أبيتي لأنك أنت تتواجدين ويانا وتشاركين الحلقة الأخيرة مثل ما يقولون يعني ختامها مسك ياسمين محمد شريكة النجاح <applause> الله يسلمك يعني صراحة يعني نحب نشكرك ياسمين الله يسلمك على كل تعب وكل مجهود وكل شيء حطيتيه من اخلاص ومن بالله. رغبه في انجاح بالعكس بالنسبه لي يعني هذا اكثر فقرة شيء فقره حياكم هذا اكثر شيء انبسط فيه خلال اليوم اصلا لما اجي اسجل حياكم كذا احس غير يعني نطلع شوي من الاجواء وندخل في اجواء الجيمنج اكثر طبعا الضيوف هم اللي دائما يحلوا الحلقات اكيد يعني اكيد ف... اكيد على امل ان ان شاء الله نلتقي معكم ان شاء الله في الموسم القادم آه نلتقي ان شاء الله بحل جديده آه نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله مع السلامه